السلام عليكم اخواتي متابعين قناة نجمة الريف، مرحبا بكم معايا. اليوم جيتكم واحد وصفة جديدة، هي صابلي. تبارك الله كيجي غزال، كيجي بنين. كنتمنى ان شاء الله تجربوا حتى نتوما ان شاء الله يصدق لكم. دابا ندوزو نعطيكم المقادير التالية. عندي هنايا كاس د مايزينا، كاس د العنبة، عندي هنايا كاس د العنبة سكر كلاصي، الطحين فورس على حسب الخليط. عندي هنايا نديرو بيضة ونص بيضة وواحد صفر د البيضة، من بعد غنوريكم الطريقة. عندي هنايا واحد ساشية د لاباني، عندي هنايا ساشية د لاباني 8 غرام، عندي هنايا نص ساشية د خمارة د الحلوى 7 غرام غير نصوها، عندي هنايا 250 غرام الزبدة لينة تكون رطبة إن شاء الله. دابا الأخوات ديالي غندوز عاود نضرب الريفية. عندي هنايا أي سما قاكي شنت كغنارة غيجي الحلوى نصابلي جديد طاس الصباح. شتيت كشر خو المقادير نسي السما و شتي تبع نتايا خدني وخاصتي وخاص عرفت تبع نتايا غتفهم كلشي إن شاء الله. المقادير نس عايدة نتاع كاس مايزينا العنبة، عايدة نتاع الكاس السكر كلاصي الكاس العنبة، عايدة نتاع الطحين فورس عن فورس على حسب الخليط، عايدة نتاع يجن الساشية اللباني 8 غرام، عايدة نتاع أزين الساشية الخمية د الحلوة 7 غرام أزين واها، عايدة ثنين تمجارين أستعمل ثلاث تمجارين تكمل أوراق صافية ومن بعد تبع نتاي السماش نتشنو الطريقة. عيطا الدن يترياض 250 غرام رخو ما تشمع السماع سمح نتايا غنعدو غاش نتشنق الطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غندير الاول بالزبده ديالنا هكا، نزيدو عليها السكر كاس تاع السكر سكر كلاصي هكا، نخلطو هكا كنرطبو الزبدة ديالنا كنسجناه مع السكر كلاصي على هاد الشكل هكا كيفاش غير بالخاطر. نزيدو عليه لافانيا ساشية د لافانيا كيفاش هو بعد ما نسجمو لينا الزبدة مع السكر كلاصي ولا فاني، نجيبو البيض ديالنا كيما عودناكم كنهرسو وحدة وحدة كيفاش، نديرو البيض ديالنا. دابا نستعملو غير الأصفر المغربية، غادي نخليو حتى شي مرة أخرى نحتاجو شي وصفة أخرى إن شاء الله. كيفاش نزيدو غير صفر ها، اما البيض غادي نخليه على جنب حتى شي وصفه اخرى ان شاء الله. نبقاو نخلطو ها، نبقاو نخلطو مزيان هكا، نتمنى ان شاء الله حتى نتوما نجربوها حيت كتجي لذيذة مزيانة في نفس الوقت. دابا نزيدو مايزينا ديالنا كاس د مايزينا هكا، نبقاو نديرو غير بالمهل حيت مايزينا كعرفو كطلع غير بشوية بالمهل هكا، نبقاو نخلطو مزيان. هي العجينة ديالنا من نشوفو ولات هكا على شكل كريمي لا فورمات هكا كيفاش بهذا الشكل هكا. دابا نديرو الطحين شويه بشويه الطحين حيت سر نجاح صابلي هو يكون العجينه رطبه، هي تكون العجينه ديالنا رطبه. هذه نصائح ديالي ليكم الاخوات
السماء نصيحه جنتي الشغدي صاب اليوم حشتي تفغيس الصباح حشتي صدق ان شاء الله هو انه كنت عشتي نس يا عظب قلتي حبوي قصح واشتي نس خاشي تشنخ ما كمراش تشنخ عشتي نس مشي تاس لكن الشاي السماء تخلطوغ نرغس من غاشتي نو شي تشنخ طراوة وماشتي تبعوني الاخوات ديالي تنسالي تجمعت العجينة ديالنا ان شاء الله ونوريكم كي كتجي رطبة ما تجيش قاصحة حيت السير تاع هاد العجين كيجي رطب نزيدو شوية الطحين غير شوية نزيدو نص شاسية الخميرة ديالنا د الحلوى غير نصوها حيت ما بغيناش الصالي ديالنا تنفخ بزاف هانتوما غيتشوفو من بعد عاد الطريقة اش كنديرو هنا الصالي ديالي هاكيفاش بقا نجمعو العجينة غير بالخاطر حيت الطحين بقا نديرو غير شوية بشوية ما نديروش بزاف الطحين باش ما تقصحليش العجينه حيت العجينه لا قاصحه ما كيصدقش الصابلي هذا هو السر قلت لكم هذا هو السر ديال الصابلي بقاو تبعين معايا الاخوات تنجمع العجينه ديالي كلشي ونرجع عندكم ان شاء الله ديالي جمعت العجينه ديالي تبارك الله كي جات رطبه على هذا الشكل نوريكم دابا هاشوف ها كتجي كتجي رطبه ومرخيه العجينه ديال تاع الصابلي ديالنا باش تصدق لينا ان شاء الله لقاش نتا يسمع عاشتي نص صابلي ومين تجمع الخو يتخصها ديال صياضب وعاشتي النس ما عاش نتصدق صابلي نجنت ان شاء الله نجنت تنجح حتى كنت وراك كنت يتعاونش نتا يخفن كنت لقاش نتا يسمع عاشتي نسمسي تاس الخو كنين تجغ ان شاء الله هذي تيسير ان شاء الله تقارص الخو سد الله كينو بسم الله على بركة الله اول حاجة نديروها نفرقو العجينة ديالنا على جوج هادي نخدموها وهادي نديروها بلاستيك باش ما ديرونش هذيك القشرة صرحت العجينه ديالي باش ما نطولكمش في الفيديو بعد ما الطبله ديال العمل ديالي درت عليها رشيت عليها شويه الطحين وصرحت عليه العجينه ديالنا على هذا الشكل يجي شويه رقيق على هذا السمك هكا كتشوفوا نوريكم هذا ان شاء الله نجيبوا هذا المول حيت درتوه شويه في الطحين باش ما تلصقش فينا العجينه الداخل ما تلصقش فيه العجينه بهذا الشكل دابا نوريكم الطريقه باش كنقطعوا على هذا الشكل نتمنى ان شاء الله يكون كلشي كيبان لكم ها كيفاش كتجي هنا دابا بلاو هكا نديرها في الموم ديالنا هكا هكا كتجي الشكل الاخر ديالها هكا هكا وحده هكا وحده هكا دابا نديرها في الموم سمحوا الاخوات في الطاوله الفران ديالنا نزيدو معكم وحده اخرى هكا هكا هي ديال الطاوله الفران دابا نجيبو واحد المرشم اخر واحد المول اخر على هذا الشكل ندور نقطعو منه هكا العجينه ونجيبو هذه عندي هذا المول غير صغير على شكل نجمة باش نديرو في الوسط من بعد نوريكم الشكل كيجي على هذا الشكل هكا نوريكم دابا كتجي هادي هي كتجي على هذا الشكل تبارك الله هكا واحد الطقسينة ونجيبو هاد القطاع اللي عنده السنينات هكا نبقاو نديرو منو هاد الحركة هكا تجي هاد الفكرة ديالي هادي ها هي كتعجبني ديما أنا واخا الكعب الغزال اي حلوه كعجبني ندير هذا الشكل الصابلي ديال الاخوات ديالي دابا ندخلو الفران طبعا الفران شعلنا قبل حتى سخن الفران تما كنقصنا العافيه غير شويه عافيه تكون مهيله من تخرج الحلوه ديالنا من الفران اوريكم الطريقه باش كنعدلوها في الاخر ان شاء الله اي السما قاش نتا عشينو الصابلي وميت كمره عقاش متي يوسف تبارك الله يشنا دي المنظر الناس الخو السيد فغاو فاران فاران قا السيخ قبير يحما كي غاسي مسي دروست الخو يسمح ميت غاسي فغاو فاران ديال السوفغ باش نتشنغ الشكل مجيتاس ان شاء الله ميت غاكمل الشكل النهائي هيا الاخوات ديالي الحلوة ديالنا من خرجناها من الفران باش تجي من تيجي على هاد الشكل عاد هاد الكولور اللي بغينا هاد اللون هكا دابا نوريكم كدير نلصقوها الكونفيتير جيبوا هاد الحبه هادي ديروها شويه الكوفيتير كومي تاع المشمش و تاع لافغيز اللي كاين عندكم توفر الدار جيبوا وحده هكا
حطوها عملنا هكا بهذا الشكل، ونزيدو شويه الكونفيتير هنا في الوسط باش تعطينا هذاك الشكل اللي بغيناه. كيفاش هي؟ تبارك الله وسلام عليك. كاتجي هنايا نحطوها على جنب، نجيبو الشكل الاخر اللي قلنا قلت لكم كبيره، بعدا نجيبو هذا الشكل، ندير الكونفيتير من هنا غير شويه الكونفيتير باش تلصق لينا الحلوه. صافي هكا نجيبو هذا الشكل، هذا ندير الطبق منه هكا. كيفاش نلصقو؟ نجيبو كذلك هذا الكونفيتير ديالنا، نديرو هنا في الوسط غير شويه هكا. شتو كي جات تبارك الله على المنظر ديالها. نزيدو معاكم وحده اخرى عاود، هي طابت من حتى من تحت. هي نديرو من هنا شويه الكونفيتير على هذا الشكل هكا، هي شويه الكونفيتير نسقو عليها حبه اخرى عاوتاني كذلك نفس الشيء بعدا كما الاول. نبقاو مستمرين معاكم الاخوات ديالي تنسالي ان شاء الله. هاي السماق قاشنت حلاوتينو متسو مصابلو متسوس كفاران خاصك توري انت كيفاش تبع انت كي دير الطريقه. مش تفوق تبارك الله كولور نص كولور امو كولور امو الصباح تي واش عذبوه هنا نيات تسمي زعما الشكل تاع مصابلي كولور نص عقاش انت السما سرسق اختي وميت غنسرسق كوفيتير دي خاصها غير كوفيتير دير باش تكونش اني من خوال ما يجي غاتجي للنجمني امو تتخص الشكل تبارك الله الصباح زعما تبني ان شاء الله خيت ورد كلشي توضيح. نزيد معاكم وحده اخرى الاخوات ديالي باش نخليكم تنكمل كلشي ونوريكم الشكل النهائي ديال التقديم ان شاء الله كتجي تنسالي. نجيب هادي عاود نحطها فوقها هكا بهذا الشكل، نجيبو شويه الكونفيتير نديرو هنا في الوسط هكا على هذا الشكل تبارك الله. بغا يزوق بالكونفي بالاخر بالكوكو ولا بقوقو اللي كاين، المهم اللي بغيتي تزوقو تزوقو عاود، حيت انا درت اليوم وريتكم جوج الاشكال ما فيهم بو الاختلاف غير في الشكل وصافي، اما في العجينه والكوفيت هذاك الشيء كلشي بحال بحال، خاص في الشكل ديالهم واحد الشكل دائري واحد الشكل الاخر على شكل لوزه. نخليكم الاخوات ديالي حتى نسالي كلشي ونوريكم الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا كيجي تبارك الله. شوفوا معايا كيفاش هي، ها هو كنتمنى ان شاء الله تشربوه نتوما ان شاء الله ويصدق لكم. هاي السماقاش نتا صابلي متكمره غزوقت كونفيتير عقا مجديتاش هذا غاجن الشكل نظري ما خدت قلت تعاون باش نقطو ريح نجات تجي باش الحاجه اللي مزوقه عقاش نتا غاريجن الشكل قلت يجي غير يجي عقا مجديتاش هذا غتفرسق نتا سيك نتا موس كونفيتير سا كوزيس نمو عقاش نتا غايف عاود غاس حبيبتني من حلاويت. هاي كنشوف الاخوات ديالي واحد الشكل اخر، بنتي هي اللي دارت هذا الشيء هي اللي صوبت قالت لي ماما غادي نزوقها انا بالحلوه والكونفيتي بالكوكو. واحد هذا غزال غادي يعشقوا الدراري الصغار حيت ولاد الصغار كيعجبهم حاجه كتكون فيها الالوان فيها الحلوه فيها شي حاجه زايده بالحلاوه. هي الاخوات ديالي دابا نوريكم وحده كتجي لداخل ها هي نوريكم تبارك كتجي هشيشه ها هي كتجي لداخل ها هي الاخوات ديالي ها تبارك الله ها نشوفك كتجي لداخل شتو هشيشه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها حتى فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.